شكرا جزيلا لك زميلي أيمن جادة ولضيفيك العزيزين. بسم الله مشاهدي الأفاضل، مرحبا أهلا وسهلا، نحييكم أينما كنتم مع ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز ولقاء القمة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، وبين الثنائي الذي يتعارف جيدا جوزي مورينيو في جهة وموريسيو بوشيتينو في جهة أخرى، مدربان سبق لهما وأن لعبا سويا وأن دربا سويا، يلتقيان في هذه الأمسية في مباراة تقول عنها الدرجة الأولى بأنها مصيرية. غريب الأمر في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يقال عن مباراة بأنها مصيرية بالنسبة لواحد من الفرق، والكرة الأولى عن طريق فريد البرازيلي الحديث الانتقال لفريق مانشستر يونايتد الذي يبدو أنه يريد أن يدخل عن جيسي لينغارد، يضطر يرجع لبول بوجبا، التوزيعة والرأسية من هنالك، البحث عن هاري كين في الكرات البعيدة، هاري كين والمورا من هنالك على جهة من التوزيع وخطيرة روس، والدفاع يتدخل عن طريق بول بوجبا ينقذ الموقف، وفالنسيا يستفيد من تماس من أمام ديلي ألي. مانشستر يونايتد لفترة قصيرة، تقديم الرجل هنا من أمام فيل جونز، معذرة منذ حين كنت سأشير إلى مساواسة هرب من المراقبة إريكسون، كرة خطيرة صعبة والتغطية من فيل جونز من هنالك من أمام المهاجم الخطير هاري كين، داني روس با 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 جول، يا داني روس، يا روميلو لوكاكو، خطأ فادح من داني روس، استلمها البلدوزر البلجيكي لوكاكو وجها لوجه راوغ الحارس وضربها برا، خرجت لوكشو، تقدم لوكشو، مازال أرضية خطيرة الحارس لوكشو، ولوكاكو والتسديدة من داخل منطقة العمليات سهلة لإيغور أوريس لأنها ضربت في أحد المدافعين، شوف كيف تلعب مع نيمانيا ماتيتش، وصلها لفالنسيا، فالنسيا وين يا فالنسيا وين، هذه بعتها للإكوادور يا فالنسيا، تسديدة مثل هذه، قائد فريق مانشستر يونايتد تندا للوكاكو ولفريد لوكشو من هنالك يحاول يمر، الحكم ماذا قال، خطأ لعناصر مانشستر يونايتد وللوكشو الذي يبدو أنه بدأ الموسم بروعة، هذه المخالفة، وين كان لوكاكو في القائمة الثانية، كرة بعيدة بالرأس، كريس مولينغ، هم عشاق مانشستر يونايتد، أما يتعلق بالفريق ليس ككل الفرق، هنا تدخل من أمام فالنسيا، حكم المباراة لم يتردد أكيد، صدعت منه كرة جول، كرة جول، ديلي ألي من هنالك، ألي أي أي أي، وسمولينغ يسترجعها مجددا، غلطة بغلطة، هفوة بهفوة، خطأ ماتيتش، ماتيتش، ماتيتش على الجهة اليسرى لفريد، التوزيع فريد، والرأسية من لوكاكو، ثلاث كرات، اثنتان بالرجل، واحدة من خطأ والثانية من تمرير، انطلاقة سريعة من هنالك، لوكاس مورا دخل، مازال لوكاس مورا، مازال يتوغل، با 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 با، فريد كرة خطيرة، فريد كرة جول، فريد، فريد، با 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 با، رائعة، المراوغة باليمنى والتسديد باليسرى من فريد، كاد ياتي الجول الاول، شو مازال يبحث، يواصل، يتوغل، هيله منه لوكشو، فالنسيا يرفع الكره، با 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 با، وضعت، كاد ياتي الجول على مرتين، نيمانيا ماتيتش في المره الثانيه، هاي الاولى عندما استلمها من هنالك لوكشو، يا يا يا، وما زال إريكسون، با 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 با، دافيد دخيا يستلم هذه الكرة، كم كانت رائعة من فيرتونغن، لوكاس مورا لم يكن يتوقعها، لم يلق، الكرة بعيدة وخطيرة، ديلي ألي يستلمها، هيريرا رائعة، ينقذ فريق مانشستر يونايتد من كرة جول، هيريرا في القائمة الثانية، لعبة كانت رائعة في اتجاه ديلي علي، مسجل هدف معه، شوف كان وحده، شوف هالو ديلي يمنى، او فريد، 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 هاري كين يلعبها بينية، ديلي علي، بابا خطيرة.
انتهى كذلك الآن في هذه اللحظات. دقيقة واحدة احتسبها حكم المباراة غريغ باوسن. شوط أول صعب وشاق ومتعب بالنسبة لكلا الفريقين. موعدي بكم سيتجدد مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. مجددا مشاهدي الأفاضل أينما كنتم مرحبا إلى ملعب أولترا فورد مجريات الشوط. يلعب أرضية بوجبا 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 مرت سلامات على إيغو لوريس مواطن وحارس منتخب بلاده بعد هذه التسديدة من بول بوغ. علي يلعب من هناك إيريكسن لا دافيد داخيا ينقذ المان وينقذ الميم الآخر مورينيو من كرة جول أول لتوتنهام. إيريكسن بابا خطيرة الدفاع والركنية ديلي علي كرة ثانية لتوتنهام تريبيا بابا 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 جول فعل هاري كين وسجل جول بالراس. يا سلام من ركنية ثابتة يسجل توتنهام كرة بالراس أمام دفاع يتحضر رجالة كين وهو يرتقي ويسدد بالراس من الممنوعات السبع. إريكسن 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 أرضية جول لوكاس مورا يفجر أولترا فورد. لوكاس مورا يسجل الثاني في ظرف دقيقتين. توتنهام يفعلها بمانشستر يونايتد في أولترا فورد. هل هي نهاية مورينيو أم سابق لأوان الحديث عن ذلك الآن؟ نهاية مورينيو مع مانشستر يونايتد. هل سيكون أول مدرب يقال من مانشستر يونايتد؟ رجلنا من هناك هيريرا الدفاع مجددا كرة جول بوجبا يرفعها والدفاع سريعا خطيرة بابا بابا جول لا عودة موفقة من توبي ألدرويلد. على الجهة اليسرى دخل مروان في اللاين وتوزيع من البرازيلي فريد بابا 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 كان ينقص مانشستر يونايتد يا ليندلوف كان ينقصها ترتكب خطأ ويتلقى المان هدفا ثالثا ويكون سيناريو ولا مروان في اللاين يلعب على أليكسيس سانشيز. سانشيز ضيعتها سانشيز مازال سانشيز سانشيز يا سانشيز يا سانشيز لمكة عن طريق موسى ديمبلي محاصر ما زال محتفظ بالكرة. الحكم يصفر له خطأ. هاري كين لوكاس مورا طلبها الكرة البعيدة زاد في السرعة معه فالين معه سانشيز وصلت الكرة راح أليكسيس سانشيز.